بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة لمحاضرات الـ Component والـ Blood Component Processing. هنتكلم اليوم في محاضرة الـ Modification of Blood Component، الجزء الأول بإذن الله. والـ Modification of Blood Component يشمل على الآتي: يشمل على Leak Filtration و Leak Reduction، الـ Radiation، الـ Washing، الـ Volume Reduction. ودولت هيبقوا عناوين محاضرة اليوم. إن شاء الله المحاضرات اللي بعد كده هيبقى فيها RBCs Cryo Preservation اللي هو Frozen RBCs وال Cold Storage Platelet و Rejuvenation وال Pathogen Induction و Platelet Cryo Preservation. نبدأ في أول جزء من هذه المحاضرة، من أول بوينت في هذه المحاضرة، وهي Leak Reduction أو ليكو فلتريشن. حاليا كتير جدا من بنوك الدم حاليا بتعمل ليكو ريدكشن لكل الكومبوننت، أو يعني لكل الهول بلوت اللي موجودة عندهم. كل الكومبوننت اللي عندهم بيبقى بتعمل لها، ودي اسمها يونيفرسال ليكو فلتريشن. والليكو فلتريشن ممكن يتم على مرحلتين أو يتم على مرحلة واحدة. ففي ممكن يتعمل ليكو فلتريشن للهول بلوت كله على بعضه مرة واحدة، وممكن يتعمل ليك فلتريشن بتو فلترز، فلتر للار بي سيز وفلتر خاص للبليكت. طبعا لازم هنا نقول انه ليك ريدكشن للهول بلاد باي وان فلتر ده بيعمل بيخلي كمية البليتلت تفقد، كمية كبيرة من البليتلت تفقد في أثناء البروسيسنج، وبالتالي في من الفلتر طبعا، وبالتالي هو لا ينصح به في الاماكن اللي بتحضر بليتلت. المفروض انه كميه الليكوسايت اللي تبقى موجوده في الكومبوننت بعد الليكو فلتريشن، لو ان هذا الكومبوننت ار بي سيز او افريسز حتى بليتلت، فكميه الليكوسايت المفروض ان هي لا تزيد عن او تقل عن 5 في 10 اس 6 باليونت، او لو انه whole blood derived platelet لا تزيد كمية الليكوسايت لا تزيد عن 8.3 من 10 في 10 أس 5 بير يونت. ليه بنعمل ليكو ريدكشن؟ ليه بنعمل ليكو فلتريشن؟ بنعمل ليكو فلتريشن عشان نقلل الريسك بتاع السيتوميجالوفيروس ترانسميشن. يعني قبل كده، قبل الليكو ريدكشن، كان في بعض البيشنت زي البريجننت بيشنت والفيتاس لو كان هياخد انترا يوتراين، واللوبرس ويت انفانت، والهيماتوبويتيك بروجينيتور سيل اللي هو الستام سيل ريسيبيانت بيشنت، والسوليد اورجان، والاميونو سبريسيف بيشنت، والاتش اي في بيشنت. كل هذه البيشنت كان لازم ياخدوا سيتوميجالوفيروس سيرو نيجاتيف، يعني كان لازم يتعمل تحليل سيتوميجالوفيروس للبيشنت. ولكن لانه ممكن سيتوميجالوفيروس يبقى مثلا لو بريجننت ممكن يعملها ابورشن للاميونو كومبرومايز بيشنت او اللي بياخدوا اميونو سبريشن، فكل ده ممكن جدا يسبب له مشاكل كبيره جدا بالجسم، ولذلك كان لازم ياخد سيتوميجالوفيروس نيجاتيف يونت. في مع دخول الليكو فلتريشن اصبح هو حل، لانه السيتوميجالوفيروس اصلا بتاخد من الجرانيوسايت او ليكوسايت، هي تعتبر المكان اللي بتنزل فيه او المكان الموجوده فيه. ولذلك احنا لما بنعمل سيتوميجالوفيروس سيرو نيجاتيف بالظبط كأننا بنعمل ليكوسايت ريدكشن. يبقى إذا ليكوسايت ريدكشن هو يعتبر بمثابة السيتوميجالوفيروس سيرو نيجاتيف كومبوننت. دي أول فايدة. الفايدة الثانية عندنا وهي إنه بيقلل طبعا اتش الجران الوايت بلاد سيل عموما عليها كمية ضخمة من اتش ال اي، فكون إن الشخص كل شوية يتعرض للاتش ال اي اللي موجود على الوايت بلاد سيل، فده بيقوم مكون هذا الشخص بيكون انتي اتش ال اي، فده اللي احنا بنسميه اتش ال اي قال له اميونايزيشن. يعني كل شويه الشخص يقوم مكون قال له انتي بادي اللي هو قال له انتي اتش ال اي، اللي قال له انت انتي اتش اي بعد كده لما يجي يتفاعل مع لما يجي بعد كده ندخله تاني وايت بلاد سيلز، يبقى موجود الانتي بادي وموجود الانتشن على الوايت بلاد سيلز، ده في حد ذاته بيعمل رياكشن ترانسفيوجن اكشن اللي هو اسمه فبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن. بالاضافه الى انه
نظرا لان البليتلت عليها كميه كبيره برضه من اتش ال اي تايب 1، فهي كمان بتتاثر لو هذا الريسيبيانت عنده انتي اتش ال اي وادينا له بليتلت، فبرضه بتكسر البليتلت وبتدينا ما يسمى بالبليتلت ريفراكتورنس، اللي هو ان البليتلت الزياده المتوقعه ما بتحصلش من البليتلت ترانسفيوجن. كل ده بسبب ال HLA aluminization اللي حصل نتيجة دخول كمية كبيرة من HLA للجسم عن طريق الليكوسايت. على الرغم إن إحنا ممكن نقول إنه في الليكوسايت فلتريشن هو يساوي السيتوميجالوفيروس نيجاتيف، ولكن هنا الأدفانتج الأزيد للليكوسايت ريدكشن يونت او ريديوسد او فلترد يونت ان كمان ما بيحصلش معاها الاتش ال اي الومنايزيشن، وده يعتبر بنفيت زياده في بيخلينا نستخدم او نوسع في استخدام الليكوسايت ريدكشن يونت عندنا. بعض الفوائد اللي هي لم يتم الاجماع عليها حتى الان من الليكو ريدكشن اليونت، اللي هي زي ان انا بقلل فكره الانفكشوس ريسك اسوشيتد ويز اميون موديوليشن. طبعا انا بقلل الانفكشن وبالتالي ما بيحصلش معايا الاميون موديوليشن اللي انا ببقى خايف منه، وبقلل ريسك للترانسفيوجن ترانسميسبل بكتيريا برضو، كل ده بيقل لما بقلل معاه الليكوسايت، وبقلل الريسك للفاريانت كروز فيل جاكوب اللي هو مرض نجوم البقر، بقلل فكره انه يحصل له ترانسميشن. كل هذه الثلاثه يعتبروا من الفوائد اللي هي للليكوسايت ريدكشن، ولكن برضه لا يوجد عليه اجماع. انما ما عليه اجماع لان المعلومتين اللي قلناها الاولين ان هو سيرو نيجاتيف يونت يساوي بالظبط سيرو نيجاتيف سيتوميجالو فيروس سيرو نيجاتيف يونت، وبيقلل ال HLA aluminization ومشاكله اللي ممكن تحصل معاه. طيب انا ممكن اعمل الليكو ريدكشن ده يا اما اعمله اليونت قبل ما اخزنها، قبل ما احطها في التخزين عندي، وده اللي هو اسمه بري ستورج، او اعملها اثناء ما بنقل اليونت للبيشنت. فعندي يا اما عندي بري ستورج او بيد سايت او اللي اسمها بوست ستورج او ترانسفيوجن الليكو ريدكشن. البري ستورج طبعا هو ده الافضل، وده اللي بيتعمل في بنوك الدم بنسبه كبيره جدا، هو ده اللي بيتعمل وده اللي بيتعمل في بنوك الدم. وكل ما كان اتعمل بدري على اليونت الكومبوننت اللي موجود كل ما ادانا نتائج افضل كتير جدا، لانه بتبقى الليكوسايت ما زالت انتاكت وما بيبقاش ما بيطلع لسه ما بتطلعتش كل ما طلعتش السيتوكاينز ومشاكل السيتوكاينز والحاجات اللي زي كده. فلذلك البري ستورج ليكوسايت هو ده الممتاز جدا اللي احنا بنحب نعمله. بنعمله اثناء البروسيسنج يعني، واحنا بنعمل البروسيس يعني مثلا عملنا الفيرست سبين، فبعد الفيرست سبين وانا باجي بطلع البي ار بي، فممكن جدا وانا بطلع البي ار بي اعديه على فلتر، او بعد ما اعمل السكند سبين بعدي البليتلت او بعدي البليتلت بعديها على الفلتر التاني. طب الفلتر الاول اللي هو بتاع الليكوسايت ده بيبقى بعد ما طلعت البي ار بي خالص، وبعد ما احط السجن على الباكت ار بي سيز تاني بقوم قلبها ومعلقها ومعدي مخليها تعدي تنزل بقى تاني، تنزل تاني ودريب باي دريب كده لغايه تنزل تاني تعدي في الفلتر، وده اللي هو اللي اسمه البري ستورج فلتر. طبعا ده ممكن يتعمل في اي وقت، ويكون له هو يتعمل يعني as early as possible during the processing، او انه ماكسيمم يتعمل في خلال 5 ايام من هذا البروسيسنج. ده الفلتر اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ادي الفلتر البري ستورج فلتر، دي انواع منه. فمثلا ادي اليونت هنا لو شفنا الباكت ار بي سيز بعد ما بيتحط عليها السجن، فبنقوم منزلينها كده معلقينها وبتعدي فلتر وتقوم نازله تحت خالص لغايه اما تقوم متجمعه هنا، يبقى بالنسبه لنا هو ده اليونت اصبحت ليكو فلتر. طبعا ده شكل من اشكال الفلتر، وده شكل برضو اخر من اشكال الفلتر الموجوده عندنا. طيب من ضمن الحاجات اللي توقف الفلتريشن هي موضوع السيكل سيل تريت. احنا عارفين ان السيكل سيل تريت دونر ممكن اكسبتبل، السيكل سيل ديزيز ممنوع، انما السيكل سيل تريت اكسبتبل بالنسبه لي ان انا اقدر ان انا
اقدر ان انا يتبرع. ولكن المشكله انه احيانا ممكن جدا يسد لي الفلتر نفسه ويأخر لي فلتر، وممكن يوقف لي فلتر خالص. طبعا بالاضافه ان لو في بلوت ولا حاجه موجوده فبرضه بتسبب نفس هذه المشكله. النوع الثاني واللي هو البيت سايد فلتر او المايكرو اجريجيت فلتر، ده معمول لان لو ان البري ستورج ما تمش، لو بري ستورج ما تم بري ستورج تم خلاص، يبقى لا يحتاج نهائي للبيت سايد فلتر. ولكن لو ما تعملش البري ستورج فعندي نوع تاني وهو البيت سايد فلتر. البيت سايد فلتر ده ان انا خلينا بس نقف سنه كده، نقول انه الطبيعي انه الترانسفيوجن يونت باذن الله، يعني ان اراد الله وكملنا فيه وصلنا للشابتر بتاع البلاد ثيرابي باذن الله نبقى نتكلم فيه. انما خلينا سريعا كده نقول على في ترانسفيوجن سيت، الستاندرد ترانسفيوجن سيت المفروض ان هي دي اللي هي بدخلها في البورت الموجود في الباك، والباك تقوم معديه منها. فهي اصلا ستاندرد ترانسفيوجن سيت فيها فلتر، ولكن الفلتر اللي فيها اصلا الديامتر بتاعه بيبقى من 100 من 100 170 الى 260 مايكرون، والهدف منه مش خالص الليكوسايت، الهدف منه ان لو في اي دبرس او في اي كلوتس موجوده تعمل لها ترابنج، يعني تقدر تشيلها. ده الطبيعي. انما عندي بقى غير هذا خالص، فانا عندي لو انا ما تمش بقى الفلتريشن، فانا بدل ما بركب البريت الستاندرد ترانسفيوجن سيت، لا بركب المايكرو اجريجيت فلتر او بيت سايد فلتر، بركبها في البورت بتاع البلاد كومبوننت، وبخلي وهو الدم نازل كده كده بيعدي على هذه الفلتر، فبيتم الليكو ريدكشن. طبعا بيبقى مش طبعا مش هيبقى بنفس الكفاءة البري ستورج، لأنه حتى لو نفرض كفاءته 100% في الليكوسايد فبيكون في سايتوكاينز طلعت ما اقدرش ان انا اتجنبها، بالإضافة إلى انه كمان لقوا انه بيعمل نوع من الهايبوتنشن، سيفير هايبوتنشن للناس اللي هم بياخدوا انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، اللي هم عندهم ضغط وبياخدوا هذا الدواء. ده بيت سايد فلتر، والبيت سايد فلتر بيبقى السايز بتاعه من 20 الى 40 مايكرون او مايكرو اجريجيت، برضه ده يعتبر بيت سايد فلتر، وبيبقى من 10 الى 50 مايكرون. ده يبقى احنا كده اتكلمنا على اول نوع. يبقى اول نوع بالنسبه لي اللي هو الليك فلتريشن، وهدفه مينلي هدف الوايت بلاد سيل، ومينلي الجرانيوسايت، هدفه مينلي الجرانيوسايت. طيب هل ممكن هذا المايكرو اجريجيت فلتر او البري ستورج فلتر هل يقدر يعمل لي ترابنج للتي لمفوسايت؟ يعني قبل ما اتكلم عن الراديشن، هل من الممكن؟ بيعمل ترابنج للتي لمفوسايت، ولكن بعض التي لمفوسايت بتعدي منه، ولذلك وجود التي لمفوسايت في بعض الكومبوننت ممكن يعمل مشكلة، يعني مشكله مميته، وهي الترانسفيوجن اسوشيتد جرافت فيرسس هوست ديزيز اللي اتكلمنا عليها بالتفصيل في محاضره النون انفكشوس ترانسفيوجن اكشن، ارجعوا لها. طيب يبقى طيب ايه الحل؟ ايه الحل في إن لو في ليمفوسايت ايه الحل؟ يبقى الحل ان انا اعمل لها الراديشن. التي ليمفوسايت هي المسؤوله عن الجرافت فيرسس هوست ديزيز، واسوأ الانواع منه اللي هو ترانسفيوجن اسوشيتد، فانا بعمل الراديشن بيقوم عامل لي فراجمنتيشن للنيوكليك كونتنت اللي موجود في التي لمفوسايت، وبالتالي بتخلي التي لمفوسايت ما تقدرش ان هي تقوم بالوظيفه، تقوم تعمل ريبليكيشن يعني الكلام ده، وتعمل جرافت فيرسس. مين بقى طيب الكومبوننت؟ الكومبوننت المفروض ان الراديشن ده بيتعمل للسيلولر كومبوننت بس، يعني بيتعمل ل المفروض انه يتعمل للار بي سيز ويتعمل لل البليتليت. الاف اف بي والكرايو او يعني الفروزن بلازما عموما والكرايو، سواء اف اف بي او بي اف 24 او كذا الانواع اللي قلنا عليهم، او الكرايو كلها يعتبر نوت انديكيتد ان انا اعمل لها راديشن، لان التي لمفوسايت نفسها بتتكسر، كون ان انا اعمل فريدنج ثوينج السايكل دي نفسها بتتكسر. الا يبقى انا في عندي حالتين فقط لا غير، اللي هو اللي انا لازم اعمل فيهم، وهو واحد اللي هو الليكويد بلازما. احنا قلنا في محاضره الليكويد بلازما انه من عيوب الليكويد بلازما انها بتحط في الثلاجه،
فدي ما بتحطش في ما بتبقاش فريزنج وما بتبقاش فروزن. فدي اول واحده لازم بعمل لها برضو الراديشن. تاني حاجه وهو الكيس اللي هي كومبايند اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. اذا كان في بيشنت عنده هذه الكومبايند اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم فده لازم كمان نعمل الراديشن حتى لو كانت فروزن بلازما، اي انواع من الفروزن بلازما. طيب وطبعا الفروزن بلازما او الكرايو لهذا البيشنت، لانه حتى لو في واحده بس، لو في سنجل تي لمفوسايت فممكن جدا تعمل له مشكله. طيب هل بيغير الليك فلتريشن، بيغير الاكسباير بتاع الكومبوننت؟ لا. طب الاراديشن، الاراديشن بيغير الاكسباير بتاع الكومبوننت، بيخليه 28 يوم من اليوم الاكسبيريشن، او اذا كان الاكسبيريشن بتاعه قرب، يعني كلاهما ايهما الاقرب منه. انما هو الار بي سيز بقت بعد الراديشن، لو كان عمرها 42 يوم وتعمل لها راديشن فاصبح عمرها 28 يوم. ده بالنسبه للادلت. بالنسبه للبيبي فالراديشن يفضل وبشده الا يتعدى 24 ساعه بالنسبه للنيوني. بالنسبه للبليتلت لا، مفيش اي تغيير في الاكسبيريشن دي. ودي الحاجات الويل دوكيومنتد اللي منزلها الاي بي بي تكنيكال مانيوال للاراديت كومبوننت. زي في حاله لو انا هدي انترا يوتراين ترانسفيوجن بريماتيور لو بيرث ويت الاريثروبلاستوزيس فيتاليس نيو بورن الكونجينيتال ميونو ديفيشنسي الهيماتولوجيكال مالجنانسيز او سوليد تيومر الستيم سيل ريسيبيانت بيشنت اللي بياخد كومبوننت وبيضطر ان هو يكون في اتش ال اي ماتشد او انه فيرست ديجري ريلاتيف دونر. الاتش ال ماتش بيبقى مثلا في الستام سيل او في مثلا بليتلت لما يكون عنده بليتلت افكتنس او ما شابه، او انه يكون فيرست ديجري ريلاتيف لانه بيبقى في تشابه جزئي ما بين اتش ال اي، فبيقدر التي لمفوسايت يعدي من الاميون سيستم عند حتى لو ان الشخص اميونو كومبوننت اميونو كومبتنت. حتى لو يعني الشخص محتاج نقل دم بس نفرض، بس هو المناعه عنده مش واقعه، ولكن هذا الاتش ال اي تشابه الجزء في الاتش ال اي بيخلي التي لمفوسايت عند الدونر نفسه تعدي من الاميون سيستم، الاميون سيستم ما يشوفهاش على انها فورين بالنسبه له ويبتدي يحصل يعمل ريبليكيشن براحته. برضو من الحاجات الانديكيتد الفلودرابين ثيرابي. الناس اللي بتاخد فلودرابين ثيرابي طبعا اكيد بيبقوا اميونو كومبرومايز، والجرانيوسايت كومبوننت اللي قلنا عليها في محاضره الجرانيوسايت. طبعا الراديشن يا اما بيتم بالجاما راديشن جاما او بيتم بالاكس راي، وحاليا طبعا معظم الناس شغالين على الاكس راي لانه اسهل كتير في الاستخدام ومور سيف كتير عن الجاما رايز. يا اما يتعمل يا اما بيعملوه من في اجهزه الاشعه حتى العاديه في المستشفيات بيقدروا يعملوه، او في اجهزه طبعا بالفيري لو دوز او في اجهزه مخصصه لبنوك الدم، وده اللي اكتر ينصح بيه. الكمية الاشعه اللي المفروض يطلع بيبقى المفروض انه لا يقل عن 25 جراي، سواء كان اكس راي او جاما. 25 جراي بيبقى المفروض ان هو في منتصف اليونت بيبقى ما يقلش عن 25 جراي، وعلى البريفري ما يقلش عن 15 جراي. برضو نراعي ان لا يزيد الجرعه نهائيا عن 50 جراي. بعض الانواع من البصل ريدكشن ان شاء الله لما نيجي نتكلم عليها، بصل ريدكشن بعض انواع من البصل ريدكشن ميثود كمان زي ما هي بتشتغل على الجيناتيك كونتنت بتاعت الميكروبات هتلاقيها برضو بتشتغل على الجيناتيك كونتنت بتاعت التي لمفوسايت، وقد تكون استبدال للإراديشن الموجود بتاعتي. يعني هي لو اتعمل لها بصل ريدكشن خلاص ما تبقاش محتاجه. ده مثلا على جهاز واحد من اشهر الاجهزه المستخدمه، ده اكس راي، جهاز اكس راي. فمثلا ده بيبقى بنحط الانديكيتور الاعلى، ده اللي يحط الانديكيتور، لما يحصل له راديشن بيتغير النقط دي بتتغير تختفي ويبقى ده حصل له راديشن. ده بالنسبه للراديشن. بالنسبه لثالث حاجه وهو الووشنج، الووشد كومبوننت. الووشد كومبوننت بيتم لمين؟ للسيلولر كومبوننت الار بي سيز او
البليتليت. ايه الهدف منه؟ ان انا اتخلص من البلازما بروتينز اللي موجوده، البلازما اللي موجوده، بواقي البلازما الموجوده، وبتخلص برضو اذا كان في اكسترا سيلولر ماتيريال موجوده عندي. طيب مين اللي يحتاج؟ الناس اللي هي مثلا كل ما تاخد ار بي سيز او بليتليت يجي لها سيفير كارنت اليرجيك رياكشن، سيفير كارنت اليرجيك رياكشن كل شويه، واحنا لازم نخلصها من البلازما بروتين الموجوده اللي هي كل شويه ندخلها في سيفير كارنت. طبعا ده هذا نوت ابليكابل للمايلد اليرجيك ترانسفيوجن اكشن. دي اول حاجه. ثاني حاله عندنا وهي الناس اللي عندهم اسوأ انواع الاليرجيك رياكشن اللي ممكن تيجي، وهو الشخص اللي عنده الاي جي اي ديفيشنسي، وبرضه اتكلمنا عليها في محاضره النون انفكشوس ترانسفيوجن رياكشن. الشخص اللي عنده اي جي اي ديفيشنسي فاذا بيبقى ما عندوش اي جي اي، اغلب الدونر عندهم اي جي اي، فبيشوف الاي جي اي على انه فورين بالنسبه له فيطلع له انتي بودي. فاذا حصل الانتي اي جي اي مع الاي جي اي بيبقى ممكن يدخله في انافلاكتيك شوك، وهذا لازم في هذه الحاله لازم نديله بليتلت او ار بي سيز. كل ما نديله بليتلت وار بي سيز تكون معملها واشنج. بس في نقطه، اذا كان طب اذا كان هذا الشخص يحتاج بلازما فلازم ياخد بلازما من اي جي اي ديفيشنت دونر هو كمان، مش هينفع بقى ان انا اغسل بلازما. برضه الثالث انديكيشن انه اذا كان احيانا احنا في نيونيت بينزلوا بمرض يشابه ال HDFN عند بالنسبه للار بي سيز، او اللي هو النيونيتال جوندس، او اللي هو اسمه نيونيتال الميون ثرومبوسايتوبين. برضه الام بتكون عندها انتي بودي اجينست البليتلت عند البيبي فبتتكسر البليتلت. بس في نفس الوقت الام اللي منكم درس اميون هيماتولوجي هيعرف انه الشخص ما بيكونش اقل له انتي بودي الا لما يكون ما عندوش هذا النوع من الانشن المقابل له. يعني كون ان الام كونت قال له انتي بودي، فاذا الام تخلو من هذه الانشن، يعني هي كونت قال له انتي بودي اجينست البليتلت وكسر البليتلت عند البيبي، يعني راح من البلاسنت او كسر عند البيبي او كسر عند النيونيت. ف ده معناه ان الام خاليه من، يعني البليتلت بتاعتها خاليه من الانشن لهذا الانتي بودي. فاحيانا بنحتاج نقعد ندور على بليتلت مفيده، بليتلت تنفع. فللاسف الشديد ما بينفعش الا بليتلت بتاعت الام نفسها. طب هديله ازاي اذا كان هي البليتلت عباره عن بليتلت بالاضافه الى بلازما؟ طب البلازما مليانه بالانتي بودي، في هذه الحاله بشيل برمي الانتي بودي خالص واعمل ووش للبليتلت وبديها للبيبي، وبتكون علاج مناسب جدا. رابع انديكيشن وهو انه نفرض ان البيشنت البيبي ده احتاج، انه مفروض ان احنا اتكلمنا في موضوع الاستورج ليجن وقلنا ان البيبي مفروض نيونيت مفروض ما ياخدش دم اكتر من 10 ايام، واذا كان في الاكستشينج فالدم يكون من 5 الى 7 ايام. طيب اذا كان عندي نفرض ما عنديش الا دم مثلا، ما عنديش الا ار بي سيز عمرها اكبر من كده، ايه الحل؟ يبقى انا برضو بعمل ووش للكومبوننت اللي عندي. ده بالنسبة للووشنج. طيب هل بيتغير الاكسباير بعد الووشنج؟ اه، لو انه اتعمل بالسلاين مانيوالي بالسلاين فهيبقى الاكسباير 24 ساعة، واذا اتعمل باوتوماتيد ماشين فالاكسباير بيبقى 14 يوم كحد اقصى، لان هنا بستخدم كلوز سيستم وفي نفس الوقت بستخدم اديتيف سوليوشن، برجع كمان اديتيف سوليوشن مع الار بي سيز فبرضه بتكمل عمرها. الوش بليتلت بتبقى اكسباير خلال 4 ساعات. الكميه اللي انا بستخدمها ايا كان، اذا كنت هعمل ووشنج فبعمل بالسلاين او بعمل اديتيف سوليوشن فبتبقى من 1 الى 2 لتر. بس ناخد نبقى عارفين ان انا هخسر حوالي 20% من الار بي سيز، وهخسر حوالي 30 33% من البليتلت اثناء الووشنج للكمبيوتر. ده بالنسبه للووشنج. بعد كده بالنسبه لنا الفوليوم ريدكشن. فوليوم ريدكشن البليتلت، يعني ايه فوليوم ريدكشن؟ يعني اولا ده انديكيت البليتلت فقط لا غير، والهدف منه ان انا اقلل كميه البلازما اللي موجوده. ليس دائما ان المشكله في البلازما، ولكن عشان اقلل الكميه اللي بعطيها للريسيبيانت اللي موجود عندي. يبقى ممكن يكون الريسيبيانت اللي عندي يعاني بشده من مشاكل القلب مثلا، او نيونيت او انترا يوتراين، فبيبقى مش عايز احمل على القلب اكتر،
فبقلل كمية البليتلت قدر المستطاع، وده اللي احنا عشان ما يحصلش الترانسفيوجن اسوشيتد سيركيولاتري اوفرلود. او احيانا بيبقى البلازما انا هدي مثلا فصيلة بليتلت غير الفصيلة، وفي هيبقى في اي بي او انكومباتيبلتي موجود عندي في البلازما، فبحاول اقلل كمية البلازما، كمية الاي بي او انكومباتيبلتي نتيجة البلازما قدر المستطاع. يبقى ده يبقى اسمه الفوليوم ريدكشن، وده الانديكيشنز الاثنين للفوليوم ريدكشن اللي موجود عندي. طيب فوليوم ريدكشن ده يعني ايه؟ يعني انا بعمل سنترفيوج واقوم شايل كميه كبيره من البلازما، وبخلي بس يا دوب على حسب لو هي يونت من الهول بلاد درايفد بليتلت فبخلي من 10 ل 15 مللي فقط، لو ان هي افريسس فبخلي 90 مللي، لانه الافريس تقريبا بتبقى مش اقل من 200 مللي تقريبا، فانا بخلي 90 مللي بلازما مع اليونت انستد 200، يعني بدل ما هي 200 اخليها 90، وتانيين من بخلي خمسه بخلي من 10 ل 15 مللي بلازما بدل من 40 ل 70 مللي بلازما موجود عندي. بس ده ناخد بالنا انه لو انا عملت الكلام ده في الاوبن سيستم، فهي اصبح هيصبح عندي الار بي سيز لازم في خلال 4 ساعات في درجه حراره من 20 ل 24 لازم تكون، يعني هتبقى اكسبايرد. انما بالنسبه للكلوز سيستم حتى هذه اللحظه بيبقى حسب الشركات نفسها، ومفيش حاجه محدده بشكل نهائي تعمم على كل الشركات حتى هذه اللحظه. لقوا برضو انه الفوليوم ريدكشن مش بالسوء الشديد جدا على البليتلت، لانه حتى بيحافظ لي برضو على 85% من ريكفري للبليتلت، مش 100%، يعني مش بيكسر لي يعني او يعني مش بيخسرني بليتلت تخسير كبير. وحتى لقوا انه لا في اي تغيرات شديده في المورفولوجي والاجريجيشن، وحتى المين بليتلت فوليوم بالتأثر الشديد، يعني ممكن نقول 85% بنفيت من البليتلت احسن كتير جدا من مشاكل فوليوم اوفرلود او الانكومباتبل بلازما اللي هو الماينر انكومباتبيليتي نتيجة البلازما. طبعا ده بيكون احسن كتير. كده يكون خلصنا الجزء الاول في الموديفيكيشن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.